الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أقدم إليكم تعريفا موجزا بجامعة المعتصم بمدينة كندهار أفغانستان بمنطقة عينومنة التي أسست أخيرا على الطراز الحديث. هذه جامعة المعتصم، وهذه هي البوابة المركزية على جهتها الغربية. هذه هي البوابة المركزية على جهة غربية للجامعة. وهذا هو الجدار الغربي للجامعة. جامعة المعتصم يحيطها الشوارع من الجهات الأربعة. وهي بنيت على ساحة تبلغ مساحتها إلى 40,000 متر مربع. نسير الآن على الشارع الشمالي للجامعة. هذا هو الشارع الشمالي لجامعة المعتصم، وهذا هو الجدار الشمالي. هذا هو الشارع الشمالي للجامعة. هذا هو الباب الشمالي للجامعة. الباب الشمالي. هذه الآن هي الجهة الشرقية لجامعة المعتصم، الجهة الشرقية للجامعة. هذا هو الباب الشرقي للجامعة، خاص لدخول الضيوف والأساتذة. جامعة المعتصم هي تمتاز على الجامعات الأخرى في الساحة بأنها سوف تجمع إن شاء الله بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية بمتابعة منهج دراسي للعلوم الشرعية ومنهج دراسي للعلوم العصرية، وهي تكون إن شاء الله جامعة بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر. الآن هذا هو مشروع سكن الأساتذة على نفس الجهة وعلى نفس الشارع المركزي، مشروع بيوت سكن الأساتذة. هذه الجهة هي الخاصة لمشروع سكن الأساتذة. 7 من هذه البيوت اكتمل بناؤها. على هذه الساحة كلها خاصة وتبنى البيوت. وهذا هو البيت 8، وهو الآن تحت العمارة. هذه الساحة كلها خصيصة لبناء هذه البيوت.
هذه المنطقة الفارغة، وهي كذلك منطقة خاصة لبناء البيوت. وهذا هو البيت الأخير في هذه الساحة الخاصة لبناء البيوت، هذا هو البيت الأخير في الناحية الأخيرة. نعم.